اعزائي طلبة الصف الخامس الادبي اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس ماده الاقتصاد. طلبتنا الاعزاء بينا في المحاضره السابقه العوامل المؤثره في الطلب والتي سميناها محددات الطلب. قلنا الطلب على سلعه او خدمه ما يتاثر بمجموعه من العوامل. هذه العوامل هي السعر. سعر السلعه نفسها فعندما يزداد سعر السلعة نفسها يقل الطلب والعكس صحيح وكذلك الدخل دخل المستهلك عندما يرتفع دخل المستهلك يزداد الطلب على السلع والخدمات والعكس صحيح وأيضا أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة تأثر أيضا في الطلب وكذلك الحال بالنسبه لاذواق المستهلكين لان اذواق المستهلكين وتفضيلاتهم هي ليست ثابته وانما تتغير ويؤثر في ذلك الاعلان والتسويق وايضا توقعات المستهلكين طلبتنا الاعزاء حيث اذا توقع المستهلكون ارتفاع الاسعار في المستقبل فانهم سيزيدون من استهلاكهم. وكذلك يحدث العكس عندما يتوقع المستهلكون انخفاض الأسعار بالمستقبل فانهم سيخفضون من استهلاكهم وهذا يؤثر تاثير كبير في الطلب وكذلك الحال بالنسبه لحجم السوق يعني عدد المشترين او المستهلكين في السوق يؤثر تاثير كبير في الطلب هذا طلبتنا الاعزاء كان موضوع درسنا الماضي، اما موضوع درسنا لهذا اليوم فهو التغير في الكميه المطلوبه والتغير في الطلب. ماذا نعني بالتغير في الكميه المطلوبه والتغير في الطلب؟ طلبتنا الاعزاء نعني نعني بالتغير في الكميه نعني بالتغير في الكميه المطلوبه نعني بالتغير في الكميه المطلوبه هو التغير المطلوب اللي ترتب عليه انتقال منحنى الطلب نفسه من نقطة إلى أخرى أعلى أو أدنى نتيجة للتغير اللي يحدث في السعر فهذا يأثرنا في قانون الطلب حيث يؤدي ذلك إلى انتقال منحنى الطلب من نقطة إلى أخرى وهذا يشيرنا إلى قانون الطلب حيث يؤدي ذلك عند ارتفاع اسعار السلع عندما ارتفع سعر السلعه من الف عندما كان سعر السلعه الف كانت الكميه المستهلكه 12 وحده عندما ارتفع السعر الى 2000 انخفضت الكميه المطلوبه الى 8 وحدات وهكذا فاذا التغير في الكميه يترتب عليه سببه الرئيسي هو تغير السعر. اما السبب الاخر طلبتنا الاعزاء هو التغير في الكميه المطلوبه. التغير في الكميه المطلوبه هو نعني بالتغير التغير في الطلب، نعني بالتغير في الطلب هو الانتقال منحنى الطلب اعلى او ادنى من منحنى الطلب الاصلي نتيجه لتغير واحد او اكثر من العوامل غير السعريه المؤثره في الطلب، وهذا طبعا يؤثر الى انتقال منحنى الطلب من نقطه الى اخرى حيث نعني به التغير في الطلب الانتقال من نقطه الى اخرى نتيجه لتغير محددات الطلب وايضا هذا طلبتنا الاعزاء يعكسنا هذا منطق قانون الطلب ويمكن ان نبين هذا بيانيا بالرسم الظاهر حيث يؤدي التغير في الطلب الى انتقال من نقطه الى اخرى على منحنى الطلب او نتيجه للتغير في الكميه المطلوبه يؤدي ايضا الى انتقال منحنى الطلب من نقطه الى اخرى على منحنى الطلب نفسه هذا ما يخص ماذا نقصد بالتغير في الطلب او التغير في الكميه المطلوبه طلبتنا الاعزاء هناك في السوق طلبان الطلب الاول من جانب الفرد نسميه طلب فردي، حيث يقع طلب على السلع والخدمات عند سعر محين وفي اوقات مختلفة او في وقت محدد يسمى طلب فردي. وهناك طلب السوق، وعندما نقصد بطلب السوق هو مجموع طلبات الافراد او نقول هو الجمع الافقي لمجموع طلبات الافراد على السلع والخدمات في وقت محدد. اذا يطلب الافراد السلع والخدمات عند سعر معين فهذا من جانب الفرد يسمى طلب فردي. اما مجموع طلبات الافراد فيسمى طلب سوق، وهناك فرق طبعا ما بين الطلب الفردي وطلب السوق، ويمكن ان نصيغ طلب السوق بالصيغه التاليه: طلب السوق هو الجمع الافقي. لمجموع ما يطلبه الأفراد أو هو مجموع ما يطلبه كل المستهلكين لسلعة معينة في السوق وبالأسعار المتاحة هذا هو نص قانون أو طلب السوق أما طلب الفرد هو طلب فرد محدد على سلعة أو خدمة معينة في السوق فيسمى طلب فردي إذا هذا هو بهذه الصيغة نستطيع أن نفرق بين طلب الفردي او طلب الفرد او طلب السوق والجدول في الصفحة 22 طلبتنا الأعزاء جدول رقم 2 في الصفحة 22 هذا الجدول يوضح لنا الفرق بين الطلب الفردي وطلب السوق على سلعة أو خدمة معينة فنلاحظ مثلا السلعة بالدينار هاي السلعة الأولى ألف دينار طلب المستهلك الأول 12 والمستهلك الثاني 16 والمستهلك الثالث 21 فعندما اريد ان احصل على طلب السوق فطلب السوق يساوي طلب المستهلك الاول زائد طلب المستهلك الثاني زائد طلب المستهلك الثالث ويكون الناتج 49 اذا هذه 49 تمثل طلب السوق وهي تمثل الجمع الافقي، لاحظ الجمع الافقي لمجموع طلبات الفرديه أو مجموع ما يطلبه الأفراد. وكذلك الحال بالنسبة للسلعة الثانية سعرها 2000 دينار. طلب المستهلك الأول 10 وطلب المستهلك الثاني 14 والمستهلك الثالث هو 18 فطلب السوق يساوي 42 من أين جاء طلب السوق؟ جاء من خلال جمع طلب المستهلك الأول زائد طلب المستهلك الثاني زائد طلب المستهلك الثالث وكانت النتيجه 42 اللي تمثل طلب السوق وكذلك الحال بالنسبه للحاله الاخيره اللي هي 6000 فطلب المستهلك الاول كان 2 والمستهلك الثاني 6 ستة والثالث 6 ستة فمجموع طلب السوق يساوي 14 جاءت ال 14 هذه من خلال الجمع الافقي لمجموع طلبات الافراد. اذا طلبتنا الاعزاء هذا الجدول يبين لنا الطلب الفردي اللي يتمثل الطلب فرد واحد يعني مثلا المستهلك الاول هو طلب فردي وكذلك المستهلك الثاني هو طلب فردي، لكن عندما نتكلم عن طلب السوق فطلب السوق يمثل الجمع الافقي لمجموع طلب المستهلك الاول زائد طلب المستهلك الثاني زائد طلب المستهلك الثالث. طلبتنا الاعزاء ايضا لدينا في هذا السياق هو مرونه الطلب. مرونه الطلب قلنا مرونه الطلب الطلب يتاثر على سلعه او خدمه معينه بمرونه سميناها مرونه الطلب السعريه واللي نقصد بها مرونه الطلب السعريه هي درجه استجابه الكميه المطلوبه من سلعه او خدمه ما للتغير اللي يحصل في سعرها فتسمى مرونه الطلب السعريه والاسعار او السلع تختلف المرونه من سلعه الى اخرى وايضا نستطيع ان نقول هي درجه استجابه هي درجه استجابه الكميه المطلوبه من سلعه او خدمه معينه نتيجه للتغير الذي يحصل في سعر السلعه او الخدمه ايضا بهذه الصيغه ونستطيع ان نضعها بالصيغه نستطيع ان نضعها بالصيغه الداليه التاليه مرونه الطلب السعريه تساوي التغير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة أو خدمة معينة مقسوم على التغير النسبي في سعرها يعني المرونة السعرية الإيدي تساوي التغير بالكمية على الكمية الأولى مقسوم التغير في السعر برايس على البرايس 1 وهذا أيضا يوضح لي منطق مرونة الطلب السعرية وطبعا السلع تختلف في مرونتها فهناك سلع لا يستطيع الافراد الاستغناء عنها فنقول الطلب عليها عديم المرونه يعني مثلا سلعه الملح لا ليس هناك بديل لسلعه الملح فالملح يطلبه الافراد عند كل مستويات الاسعار وكذلك مثلا الادويه او الكهرباء هذه أو الطماطم هذه السلع ليس لها بدائل والسلع التي ليس لها بدائل تكون المرونة عليها منخفضة أما هناك سلع أخرى تكون المرونة عالية جدا يعني أخذنا في الدرس الماضي ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء فعند ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء سيتحول المستهلكون إلى شراء اللحوم البيضاء أو لحوم الدجاج لأنها تشكل بديل تام فتكون المرونه عليها عاليه فيستطيع الافراد التحول من هذه السلعه الى سلعه اخرى بشرط ان تبقى العوامل الاخرى المؤثره في الطلب ثابته. وايضا طلبتنا الاعزاء الطلب من ناحيه المرونه يقسم الى خمسه اقسام. طلب مرن وطلب غير مرن وطلب متكافئ المرونه. وقلنا اللي يكون الطلب متكافئ المرونه اذا كان التغير النسبي في الكميه على التغير النسبي في السعر يساوي الواحد الصحيح، يعني هنا التغير في السعر يساوي التغير في الكميه، فيكون الطلب هنا متكافئ المرونه. اما الامر الاخر وقلنا النقطه الاولى والثانيه اي الطلب المرن والطلب الغير مرن سندرسها في مرحله الخامس الاعدادي. ودراسة بالتفصيل مع الأمثلة الرياضية لكن الطلب المتكافئ المرونة وعديم المرونة ولا نهائي المرونة يؤجل إلى مراحل دراسية متقدمة لكن لا بأس من الإشارة على أن الطلب علي عديم المرونة يكون الطلب على سلعة ما عديم المرونة يعني إذا ما استجابت الكمية المطلوبة للتغير في السعر صعد السعر أو انخفض السعر تبقى الكمية ثابتة وكذلك الحال بالنسبه للطلب لا نهائي المرونه يكون هناك تغير طفيف في السعر يؤدي الى تغير لا نهائي في الكميه المطلوبه ففي هذه الحاله نقول ان الطلب لا نهائي المرونه. اذا طلبتنا الاعزاء كان هذا موضوع درسنا لهذا اليوم ما يخص التغير في الطلب والتغير في الكميه المطلوبه وبينا ماذا نقصد بالتغير في الطلب وماذا نقصد بالكميه المطلوبه وبينا ما هو طلب الفردي على السلع والخدمات وما هو طلب السوق ووضحنا ذلك من خلال الامثله والرسوم البيانيه. اذا طلبتنا الاعزاء الى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم وحتى التقيكم في دروس جديده لكم مني اطيب الامنيات.